دفاعات سنغافورة. أي صمود هذا؟ لم نشاهد الصمود أمام المنتخب الأوزبكي اللي انهار أمامه المنتخب السنغافوري. كرة إلى سلمان، جميلة إلى صالح، تسديدة و كيف لا ينهار الدفاع وهو أمام سالم، سالم الذي لا تسلم منه شباك الخصوم، لا تسلم منه شباك الخصوم ولا دفاعاتهم ولا حارس مرماهم. الله يا سالم، الله يا سالم، سواها سواها سالم وسجل الأول للمنتخب السعودي. الله الله الله، هالمرة ثابتة يا سالم، هالمرة ثابتة يا سالم في شباك السنغافوري. يجب أن تسجل، وكيف لا تسجل وأنت مفتاح الأهداف وأنت مفتاح الحلول وأنت أبو الحلول. أضاع الأولى وأضاع الثانية وتصدوا للثالثة، لكن الرابعة حتما سينهارون، حتما سيسقطون أمام كرة سالم في الشباك. نعم في الشباك، نعم، من أجل التأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم. يجب أن يظهر سالم، يجب أن يظهر سالم. كرة بتصل إلى الأمام، فهد خطفها، فهد خطفها، فهد خطفها. الله الله، في وقت الاستماع للجمهور يظهر فهد ليستمتع به الجميع، ليستمتع به الجميع. ظهر الفهد ليحمل الصقر إلى التصفيات النهائية، ظهر الفهد لينقض على سنغافورة ويقول لهم حان وقت الوداع يا سنغافورة، حان وقت الوداع يا سنغافورة. الله على المولد في الأوقات الصعبة، كيف لا يظهر وهو من ظهر في الهدف التاريخي من أمام اليابان؟ كيف لا يظهر وهو مع كل هدف يعيد بنا بالذاكرة إلى ذلك الهدف التاريخي؟ كيف لا يظهر وهو من دائما عليه الظهور كما يجب؟ نعم، فهد المولد خطفها، وفهد المولد سجلها. تصل كرة موجودة من سعود، من سعود إلى صالح، خلصها خلصها خلصها. ثلاثية ثلاثية، أضفها للرصيد وسجلها يا صالح، وسجلها يا صالح. الفوز الرابع على التوالي، نفس ما حصل من أمام ماليزيا بالثلاثة، اليوم أمام سنغافورة بالثلاثة. نعم سعودية، ثلاثية ثلاثية جميلة في شباك المنتخب السنغافوري. ثمان دقائق فقط كانت كافية ليخضرنا لأن يحطم المنتخب السنغافوري، لأن يكسر المنتخب السنغافوري، لأن يخلص عليه في المباراة. شوف لقطة كويكبي جميلة إلى سعود، شوف سعود إلى صالح. الله الله يا صالح، الله يا صالح. نعم صالح يسجل هدفا ثالثا ويقدم منتخبنا بالثلاثة. هذا صالح، الهدف الأول كان له يد فيه وتسبب فيه، الثالث يضعها. وصالح دائما يصلح الكثير من الأمور أمام الشباك، يصلح الكثير من الأمور أمام الشباك. يحتفل وكلنا نحتفل بهذا الفوز.